X-47 أخطر المسيرة الشبحية الأمريكية القادمة لحرب روسيا والصين. الدرون الشبحية X-47 هي الجيل الأحدث من الطائرات المسيرة الأمريكية، ومن الإجحاف أن نقول عنها طائرة شبحية فقط أو طائرة بدون طيار فقط، فهي نتاج عشرات السنين من الخبرة الأمريكية في هذه الصناعة. طائرة شبحية ونفاثة ومقاتلة بدون طيار في آن واحد، بمقدورها الاشتباك مع الأهداف البرية والجوية والبحرية. طائرة تدمج بين مقاتلات الجيل الخامس وأفلام الخيال العلمي. دائما ما تذهلنا الولايات المتحدة بصناعتها العسكرية، تقنيات تظنها قادمة من المستقبل البعيد، وأنظمة متطورة للغاية، وقدرات فائقة. وتظهر اهتمامات البنتاغون في دمج التكنولوجيا بآلات الحرب جلية في مجال الفضاء، وعلى وجه الخصوص صناعة الطائرات الحربية. وعلى سبيل الذكر، فإن الطائرات المسيرة الأمريكية الريبر نالت شهرة عالمية بعدما أثبتت للعالم أجمع أنها ذراع أمريكا الطولة، والتي وفرت على مشغليها كالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس وبعض الدول الخليجية والعربية وإسرائيل أرواح آلاف الجنود والكثير من الأموال التي كانت ستنفق خلال عملية القوة الخاصة، بينما بقيت محط أنظار المنافسين على رأسهم روسيا والصين وإيران. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو القدرات القتالية والمواصفات العامة لأحدث شبح جوي في العالم X-47 ودورها في الحرب الأوكرانية والتايوانية. التسليح. تمتلك X-47 بوابتين لحمل الذخائر داخل هيكل الطائرة، بمقدور كل بوابة أو مخزن حمل ذخائر تصل إلى 2000 كيلوغرام، حيث بالإمكان تحملها بقنابل GPU-12 متعددة الاستخدامات، وهي قنابل جو سطح يتم توجيهها بالليزر، ويبلغ وزنها 227 كيلوغراماً، قادرة على تدمير الأهداف البرية كالمعسكرات والأبنية ومنظومات الرادار بدقة عالية جداً، كما يمكن استخدامها لضرب الأهداف البحرية العائمة كالسفن والزوارق الحربية وحاملات الطائرات، كما يمكن تحميلها بزوج من صواريخ AIM-120 أمرام أمريكية الصنع والمضادة للطائرات التي تحلق بسرعة أقل من 4 ماخ ضمن نطاق 48 كيلومتر، كما يمكنها حمل 4 صواريخ جوجو من طراز AIM-9 سايد ويندر أيضا أمريكية الصنع. وتتميز هذه النوعية من الصواريخ بتقنية أطلق وانسى لكونها تمتلك جهاز بحث وتحكم مستند إلى الأشعة ما تحت الحمراء، إضافة إلى جهاز استشعار بصري يغلق على محرك الطائرة المعادية. وبلغت دقة إصابته بالنسبة للأهداف التي تحلق بسرعة أقل من 2.8 ماخ 100%، ويبلغ مدى الصاروخ 20 كيلومترا فقط، ما يعني أنه مخصص للاشتباك الجوي القريب، أو يمكن اعتباره سلاحا دفاعيا في المقاتلة. المواصفات العامة. يبلغ طول الدرون الشبحية 11.63 متر وبعرض 18.92 متر وبارتفاع 3.10 متر. أما وزن الطائرة وهي فارغة فيبلغ 6350 كيلوغراما، ويبلغ وزنها عند أقصى حمولة 20215 كيلوغراما شاملة الوقود والذخائر. تعمل X-47 بمحرك النفاث من طراز F-100 برايت أند ويتني، بمقدوره دفع الطائرة للتحليق بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة، وبارتفاع يصل إلى 18800 متر، وبمدى يصل إلى 4000 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، بمدة تحليق تصل إلى 6.5 ساعة، ويمكن للمقاتلة X-47 التزود بالوقود جواً ومضاعفة مدى الرحلة وزمن المهمة. كما يمكن تجهيز الدرون بأنظمة التجسس ورسم الخرائط ومطابقة المناطق العسكرية، أو تجهيزها بأنظمة حرب إلكترونية ومعدات تشويش على نطاقات وترددات الاتصالات الأرضية والفضائية وشبكات اتصال العدو وأنظمة الإشارات الرادارية الوهمية التي تظهر على رادارات العدو كمئات الطائرات التي تتحرك في منطقة جوية ما.
مما يتيح للطائرة X-47 أو غيرها من المقاتلات الحربية التحليق بكل أريحية. أما الميزات الإضافية فبإمكان X-47 التحليق على ارتفاع 6 أمتار عن سطح البحر وعلى ارتفاع 28 مترا على سطح الأرض مع استشعار التضاريس في مسار الرحلة والحفاظ على أعلى مستوى تخفي ممكن، كما يمكنها الإقلاع من على المدارج الأقصر من 160 مترا، مما جعلها خيارا رائعا لاستخدامها على حاملات الطائرات الأمريكية كطائرة أساسية ضمن تشكيلات الأساطيل الجوية البحرية. وبحسب بعض المصادر غير رسمية فإن أجنحة الطائرة القابلة للطي مزودة بغلاف داخلي من الألياف المطاطية يساعد الطائرة على مواصلة الرحلة في حال أصيبت بطلقات نارية أو شظايا صاروخية. وعلى أقل تقدير يحافظ هذا الغلاف على الضغط الجوي للطائرة إلى حين سحبها إلى خارج أراضي العدو وعدم السماح بكشف تقنياتها. التقنيات: تستخدم درون X-47 جميع تقنيات مقاتلات الجيل الخامس، بداية من هندسة الهيكل التي تقلل أو تعدم انعكاس موجات الرادار أيا كان طول الموجة، إضافة للمعدن المصنوع منها الطائرة الذي يقوم بتفريغ الحرارة الناجمة عن احتكاك الطائرة بالهواء والحرارة الناجمة عن المحرك النفاث، مما يؤدي إلى فقدان البصمة الحرارية للطائرة وبالنتيجة عدم تتبعها من قبل الصواريخ المضادة للطائرات الباحثة عن الحرارة. أما الأنظمة التقنية فإضافة إلى الأنظمة المستخدمة في مهام التجسس والتشويش التي ذكرناها قبل قليل، تمتلك X-47 حزمة من الأنظمة المترابطة بعضها ببعض ويديرها كمبيوتر مركزي يعمل بواسطة ذكاء صناعي، يحدد الأهداف المعادية حتى 80 هدفا معا ويحدد أيها أكثر خطراً على سلامة الطائرة، ويحدد نوع الأهداف ويحدد أفضل ذخيرة لاستخدامها في تدمير تلك الأهداف ويقدمها إلى مركز القيادة، مما يسهل على طاقم تشغيل الأرضي تحديد أولويات الاستهداف بواسطة الذخائر التي تحملها الطائرة أو بواسطة القطع العسكرية القريبة من الهدف. والغرض الأساسي من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن توفير ردات فعل سريعة لطاقم التشغيل والاستغناء التام عن اتصال الطاقم بقيادة العمليات للتأكيد على أولوية الهدف، كما تمنع تقنية الذكاء الصناعي الضرر بواسطة النيران الصديقة كونها قادرة على تمييز العدو من الصديق بكل سهولة. التاريخ التشغيلي: بدأ مشروع X-47 في العام 2001، وأجرى النموذج الأول منها اختبارات تحليق وإلقاء أوزان معدنية بدلاً عن الذخائر في عام 2003. وفي العام 2008 وافق البنتاغون على تصنيع 80 طائرة من الإصدار X-47B لاستخدامها على متن حاملات الطائرات، في حين دخلت للخدمة رسمياً في عام 2011، وحتى العام 2018 تم تصنيع نحو 120 طائرة منها. وبحسب وسائل إعلام غربية فإن أوكرانيا طلبت مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية تزويدها بطائرات X-47 وتدريب كوادر من الجيش الأوكراني لاستخدامها، في المقابل لم تصدر أي تصريحات من الولايات المتحدة بقبول أو رفض الطلب الأوكراني. كما وصلت X-47 على متن حاملة الطائرة الأمريكية جيرالد فورد إلى مياه بحر الصين الشرقية لتعزيز الأسطول الأمريكي الرابع على خلفية التوترات القائمة بين كل من الصين وتايوان. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك للدرون الشبحية الأمريكية؟ وهل تعتقد بوجود منافسة لها؟